بعد ذلك المحاولة ما زالت داني موتا ممكن يعدي يلعب كرة خطيرة داني موتا جول بصناعة داني موتا ميلان ديوريتش يسجل الهدف الأول لمونزا نعم الفريق الزائر هنا يسجلون الهدف الأول براسية مثالية رائعة جدا في غاية الروعة أتت الكرة من داني موتا على رأس ميلان ديوريتش وديوريتش نعم يضيف أو يسجل الهدف الأول بكل براعة بكل مهارة شوف الكرة عندما وصلت لداني موتا داني الذي بدأ في الجهة اليسرى ثم تحول الجهة اليمنى بعد ذلك بالفعل لعب الكرة ولا أروع وهنا الرأسية القوية التي بالفعل سكنت في شباك بيترو تراتشيانو ومعلنا الهدف الأول للفريق الزائر لمونزا مايكل كايودي أرسلت في منطقة الجزاء جول جول ما يجيب إلا الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس نعم نيكولاس غونزاليس هو من يسجل التعادل الآن غونزاليس بهذه الصورة الرائعة إذن هدف لهدف في مباراة يشعلون بالدقيقة 32 شوف الكرة العرضية التي أتت حاول بها مبالا من زولا تركها على رأسية نيكولاس غونزاليس على هذا الهدف الرائع جدا في غاية الروعة في غاية الجمال انظر لحارس المرمى ميشيل دي غوريغوري عجز أمام هذه الكرة فرحة كبيرة عن طريق أرطا البرازيلي يحاول ويسدد جول ما لها إلا البرازيلي ابن السليساو أرطور هنريكي راموس جوليفيرا ميلو يسجل الهدف الثاني لمصلحة الفيولا فيرونتينا يتقدمون فيرونتينا بأقدام البرازيلي أرطور هنريكي راموس دي أوليفيرا الهدف الثاني والأروع في مرمى مونزا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء هنا الكرة التي مر وعبر بها وبعد ذلك سدد على نعم يمين حارس المرمى بيمين ابن السينيساو بيمين البرازيلي بيمينه والأروع ابن غريميو ابن برشلونة واليوفي وفيرونتينا إنه البرازيلي الرائع جدا آرثور راموس دي أوليفيرا يغادر بعد الهدف